شركات ضخمة ليها استثمارات في الصين، لأن الصين من الأسواق العظمى والكبرى. هتيجي تقول لي أقول لك لا، ما أنت هنا بتصدر للصين أنت كمان. لما يجي يبقى عنده أزمة مالية ويقتصر، لو هو شغال معاك في حاجة وما معهوش فلوس، لو هو بيصدر لك حاجة والمصانع ابتدت يبقى فيها مشكلة، هتقول لي هي كبيرة قوي كده؟ معرفش. هي بتبقى عاملة زي كرة التلج، كرة التلج بتكبر بس انت مش عارفة تكبر قد ايه. طول ما هي ماشية بتاخد في وشها تلج وتكبر، تاخد في وشها تلج وتكبر. انا بس حبيت اقول لحضراتكم ايه الحكاية وايه الموضوع. وادي البورصة المصرية مسمعة في كل حتة في العالم ايه اللي هيحصل وايه الحكاية والموضوع. انا لو عرفت ابقى ملياردير بكرة، يعني لو عارف الموضوع ده اخره فين. ليه؟ معلش حتة تقنية كده بس، يعني للي عايز بقى يفهم. الناس كلها النهاردة بصت على الاسهم الامريكية والاوروبية والصينية ايضا، نزلت كل الناس تكتب ايه؟ ده وقت شراء وهي نازلة. طب هو السؤال، هو ده القاع ولا في قيعان؟ ده لو العربي صح يعني. يعني هو مثلا انت مثلا في شركة النهاردة نازلة 25%، فيقول لك الحق خش اشتري، دي نازلة 25% السعر كويس. طب هي النهاردة نازلة 25%، هي بكرة هتنزل 25% تانية ولا لا؟ لو اللي يعرف إجابة السؤال ده يبقى ملياردير بكرة. وبعدين احنا بنتكلم على اللي مهزوز مين؟ المعلمين بقى، أبل، فيسبوك، أمازون، المعلمين، يعني ناس ما بي إيه؟ ما بيهزروش. فطبعا العالم هي إيه؟ على المستوى العالمي كده أنت تشوفها تقول وأنا مالي. إنما على مستوى أنت كبني آدم، لو كملت في الهبل ده وفي الضلمه ديت احنا هنشوف. لانه الصين هي العالم، معلش انا اسف بقى، يعني اللي بيتكلم على امريكا وبيتكلم على الاتحاد الاوروبي، انا ده رايي، عندما تتاثر الصين يتاثر العالم. الصين ما بينفعش هزار معاها يا جماعه،